يجوز بعض القوانين الوضعية يدعم القياس أو الاجتهاد، فما رأيك في هذا؟ أشار المحاضر إلى أن القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها. نظم يسمى القوانين يسمى نظم، كل قانون ونظام ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به، في المرور أو في القضاء أو في أي أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، كل قانون ونظام ينفع المسلمين ولا يخالف شرع الله فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين فإن هذا القانون الذي ينفع المسلمين لا بأس به، سواء كان في معاملات أو في مرور أو في قضاء أو في غير تنظيم الخصوم، تنظيم دخولهم، تنظيم البدء بهذا وهذا، مثل ما يتعلق بالمرور هذا كذا وهذا كذا وهذا يقف عند كذا وعند إشارات كذا، وكذلك في بقية الدوائر الأخرى في تنظيم أحوال ما يتعلق بالدائرة في موظفيها وغير ذلك ومرتباتهم ويستحقون من علاوات، هذه نظم لا بأس فيها ولا حرج فيها. كل نظام وكل قاعدة وكل قانون ينتفع به وتنظم به أمور المسلمين فالشريعة جاءت، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء، فمن شريعة الله أن تنظم الأمور ولا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوا من شر أو خير. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، وجاء دور باقي الأسئلة إن شاء الله.